التظاهرة الدولية بكل اعتزاز المملكة المغربية تستضيف أحد أهم تظاهرات على المستوى الدولي في مجال التربية والتكوين، ويتعلق الأمر كما لاحظتم بالمؤتمر الدولي 33 حول فعالية وتطوير المدرسة. هذه التظاهرة تستضيفها المملكة المغربية لأول مرة في على أرض عربية وإفريقية. هذا الملتقى اللي جمع تقريبا 1000 مشارك وأكثر من 70 دولة بما فيها 20 دولة إفريقية، سوف يتيح لنا الفرصة والمناسبة لتقاسم التجارب الفضلة بين الدول المشاركة. هذا المؤتمر تم تنظيمه مع إكسي International Congress for School Effectiveness and Improvement. هذه منظمة تم How many years you have? 33. تم إحداثها هذه أكثر من 33 سنة بأستراليا، واليوم رئاسة ديالها في هولندا، وأيضا مع المركز الوطني للتربية المدنية. الغاية من هذه التظاهرة هي إبراز أهمية المدرسة، مدرسة الجودة للجميع، مدرسة الجودة للجميع. هذا الشعار للتنمية المستدامة المحدد من طرف الأمم المتحدة بالنسبة ل 2030. هذه التظاهرة كتجي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تضع التعليم في مقدمة الأولويات الوطنية بعد الوحدة الترابية، وأيضا في إطار تفعيل وتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51/17 اللي تبعتيو معنا واللي تم الاعتماد ديالو السنه المنصرمه والنشر ديالو ابتداء من شهر غشت، والذي يحدد ملامح المدرسه التي نطمح لها جميعا: مدرسه الجوده، مدرسه الانصاف، مدرسه الارتقاء للفرد والمجتمع. ايضا تنظيم هذه التظاهره بالمملكه المغربيه هو تكريس للريادة الوطنية ولمصداقية المملكة في تنفيذ الإصلاح. اليوم المجتمع التربوي الدولي مهتم بما يتم العمل به في المغرب ويتبع عن كتب هذا التطور. واليوم يمكن يقول لكم بأن لا البنك الدولي لا لوسيدي لا اليونسكو لا واحد العدد ديال المنظمات هي اللي كانت حاضرة معنا اليوم كتتبع هذا التنزيل وهذا الإصلاح. واليوم هي عازمة، هذا المجتمع التربوي الدولي عازم وبرهن على هذا بحضور المكتف ونوعية الحضور أيضا باش يواكبوا هذا الإصلاح اللي كيهدف للارتقاء بالمدرسة المغربية. اللي مهم أيضا، هذه التظاهرة سوف تجيب لواحد العدد ديال التساؤلات محورية وأساسية اللي عندها صلة مع الانشغالات ديال جميع الأنظمة ديال التربية والتكوين على المستوى الدولي. أولا هو تمكين وتأهيل الشباب ومنحه الشباب الاستقلالية والقدرات الكافية من أجل الانخراط في مجتمع المعرفة، وباش يوليو هاد الشباب فاعلين ومؤثرين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أيضا تحسين جودة المدرسة بمختلف مكوناتها. حين أتطرق للمدرسة أعني بالمدرسة المدرسة والجامعة ومعاهد التكوين المهني. تطوير واعتماد مقاربة بيداغوجية مبتكرة. اليوم
العالم يتطور وعلوم التربية تتطور، لابد من الاستفادة من منتوج البحث العلمي في مجال علوم التربية، وأيضا الاعتماد هذه المقاربات البيداغوجية في إطار هذه الجودة اللي بغيناها للمدرسة الوطنية. ترسيخ دور وريادة رؤساء المؤسسات المدرسية ولا العمداء رؤساء الجامعات في إطار مشروع المؤسسة. مشروع المؤسسة هو واحد المحطة مهمة اللي يمكن لها تخلق تعبئة جماعية لا ديال الفاعلين التربويين لا ديال الشركاء الاجتماعيين لا ديال المجتمع المدني حول نجاعة المدرسة. أيضا سوف يتم إبراز أهمية العلوم والتكنولوجيا في توجيه التلاميذ، لأن اليوم خصنا لابد باش تكون عندنا واحد مجتمع المعرفة، مجتمع التكنولوجيا، ونخرطوا في هذا المجتمع خاص لابد الاعتماد على تلاميذ وطلبة متوجهين في هذا المجال. لهذا سيكون ورش مخصص لهذا العلوم والتكنولوجيا. أيضا التعليم الدامج، اليوم نريد مدرسة دامجة، وهذه المدرسة الدامجة اللي يمكن تستضف جميع فئات المجتمع بما فيها الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية هشة أو في المهاجرين أو اللاجئين. واليوم الحمد لله النموذج المدرسة المغربية نموذج يحتذى به، لأن تم دروس واحد العدد ديال التلاميذ المهاجرين على أرض الوطن. أيضا قلت المقاربة البيداغوجية غتكون لها أهمية، لأن اليوم الجودة، مدرسة ذات جودة هي مدرسة اللي كتعتمد واحد المقاربة مبتكرة، ولا سيما الحس النقدي للتلميذ ومن بعد للطالب، هو القدرة على الابتكار والإبداع، وهذا كله نريده من خلال هذه المدرسة اللي كنطمحوا لها كاملين. قلت أن هذه التظاهرة الدولية غادي يتم الاستفادة من التجارب الدولية، ولا سيما التجارب الفضلة من أكثر 73 تقريبا دولة، وهي 73 نظام تربوي مختلف. لهذا كل نظام الحمد لله غادي يزودنا بالمعطيات ديالو ويفيدنا بالتطور اللي عرفوا. إعطاء أيضا نفس جديد للتعاون والشراكة شمال جنوب وجنوب جنوب. واليوم غادي نقول لكم بأن غادي تكون واحد الورشة مخصصة للقارة الإفريقية، لأن هذه القارة تزخر بطاقات بشبابها، ولا بد أن نواكب هذا المجهود التي نقوم به على المستوى القاري لفرز واحد الجودة في المنظومة التعليمية. تقوية صورة المغرب أيضا كوجهة لاستثمار في اقتصاد المعرفة، لأن المغرب اليوم الحمد لله قلت وتكلمت على الريادة ديالو وعلى المصداقية ديالو، يوطن واحد العدد ديال المؤسسات أجنبية للهدف منها هو استقطاب الطلبة الأفارقة، لا على مستوى التعليم العالي لا مستوى التكوين المهني. لهذا قلت أن هذا أيضا فرصة ومناسبة لتقوية هذه الصورة المغربية كواحد المنطقة جيوستراتيجية مهمة لاستقطاب هذه الطلبة. عرض أيضا مناسبة سانحة بالنسبة لنا لكي نعرض التجربة الإصلاحية التي نقودها، والورش الإصلاحي الكبير اللي بديناه والذي يعني الأطفال منذ 4 سنوات إلى 27 حتى الطلبة 27 سنة. وهذه مناسبة أيضا لتعميق النقاش مع هاد الخبراء من جدوى هاد الإصلاحات، ولما لا أخذنا معنا الاعتبار هاد التوصيات وهاد المخرجات باش نوجهوا ونأطروا هاد الورش الإصلاحي اللي حنايا بصدده. بالنسبة
كما قلت المخرجات سوف يتم اعتماد هذه التوصيات، ولما لا هذه التوصيات سيتم ترجمتها لواحد برنامج عمل، برنامج عمل اللي غادي يوجهنا وغادي نشوفوا راسنا بحال دابا في التعليم الاولي واش حنايا ماشيين في الطريق الصحيح او لا، لابد اعاده النظر في بعض الامور. اليوم فتحنا واحد العدد ديال الاوراش جميع المساويات، وان شاء الله غادي نستافدوا من هاد التجارب ومن هاد الخبرات ومن هاد المواكبه ديال هاد الخبراء اللي متواجدين معنا في هاد التظاهره. شكرا لكم. Thank you very much. My name is Kim Schildkamp. I am the current president of the International Congress for School Effectiveness and Improvement. And I want to begin to say how honored we are that we are under the high patronage of His Majesty the King Mohammed VI. And I also want to express my gratitude again to His Excellency, the Minister of National Education, Vocational Education, Higher Education and Scientific Research. Because without the support of these people here, we would not be here today. And we are an organization focused on improving the quality and equity of education around the world. And we are 33 years old. We've traveled all over the world. We've been to most of the continents, but we had not been to Africa before. So I am so honored to be here in Morocco today, because I truly believe if we want to make a change to the lives of our teachers, of our school leaders, and of our students, we need to work together internationally, across borders. And that is what we are trying to do here. We are trying to disseminate knowledge, share knowledge, but also collectively build new knowledge. And that is what why we are here. And for us, it's very important that this is not a one-time only event. ICSI is a community consisting of researchers, policymakers, politicians, and practitioners, because together we can improve the quality of education around the world. And we need the people from Morocco and the people from Africa to become part of that community so that we can actually reach our aim of global impact, so that we can actually make a change to the lives of our students. And I was so touched and moved by the letter of the King. It was such an honor. And when I heard what was in the letter, it is so well aligned with our mission and purpose. In the letter, we heard about the importance of high quality education. We heard about the importance of equity. We heard about the importance of inclusiveness. And these are actually key terms what ICSI stands for as well. And I also really appreciated that it was talking about the importance of learning, but also what it means to participate in a society, to be a citizen in a society. It talked about well-being, learning, all of these important things that will make a difference. So I think this is going to be the start of a really beautiful long-term relationship that will improve the quality of education. Thank you. صندح ناصر نعيمي من دولة قطر، أعمل بوظيفة مدير مدرسة. حقيقة احنا إيمانا منا بأهمية التعليم وبالنهوض بالعملية التعليمية شاركنا في هذا المؤتمر العالمي والذي يعتبر فرصة ذهبية حقيقة للاستفادة من التطورات وتبادل الخبرات فيما بين المشاركين في هذا المؤتمر، وإن شاء الله نتمنى أن نخرج من هذا المؤتمر بأفكار وبخبرات وبمناهج وبسياسة وباستراتيجيات نستطيع من خلالها النهوض بالعملية التعليمية سواء عندنا في دولة قطر أو من خلال تبادل خبرات مع جميع الدول المشاركة في هذا المؤتمر. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.